السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة الحصة تاعنا تاع اليوم اللي غادي نتكلموا على بن ناصر يتعرض للظلم في ميلان بسبب ابن مالديني. ونعرفوا باش لنا باقراكم شتوها في الفيسبوك، شتو كاع اللي خدت عليها، شتو ولد مالديني يخلص لاباك. ولد مالديني ما شناش بزاف في ميلان، بصح تشوف كيفاش وين حقروه من جانب المادي، محقور بن ناصر وين محقور من الجانب المادي، مليون يورو في مليون وشي ماهيش بالنسبه حنا كي نسمعوا ماهيش قليله، بصح بالنسبه لي هو راه يتعب. هذا كارير هذاك عنده شحال عنده بن ناصر كاع يلعب لك ومن بعد يحبس. خدمته الله غالب، هذيك هي خدمته، هذيك هي كسرته. اللعب اللي يلعب فيه انا قلت يا ربي تاليا لا مش يعطوه، يعطوه زوج ملايين تاليا كاع. انا خلعت مش تشال والله. اللعاب كيما ذاك رد المستوى تاع ميلو بن ناصر، رد المستوى تاع ميلو بن ناصر، هو اللي رد ميلو، هو اللي جاب لها المرتبه باش تلعب اوروبا ليغ. بن ناصر رد توازن تناسق ما بين ثلاث خطوط. تشوف انا اللي ربحوا جوفنتيس ربحوا كادو جوفنتيس ولا الانتر، والله ماني عارف بيناتهم شكون اللي بن ناصر. هو اللي دار توازن، هو اللي دار تناسق، دار توازن في ليكيب، هو كلش ما تخلعش نورمال. تشوف كيفاش وين في العقد تاعو تولي، في العقد تاعو تولي بزاف صوالح، كاين بزاف امور. خاطر كان لي هضرت عليها البارح انايا، قال لك كان لي قال لك يا ودي انت اش دخلك في الدراهم؟ يا ودي مشي احنا اش دخلنا؟ اعلام راه يهضر عليها، اش دخلني انايا والاعلام راه يهضر عليها صاحبي. وكشف الاعلام الايطالي عن رواتب لاعبين ميلان خلال الموسم الكروي 2019-2020 والتي حملت مفاجاه كبيره بالنسبه للاعب الجزائري اسماعيل بن ناصر. وتمكنت مفاجأة في الحصول اللاعب الدولي الجزائري على راتب أقل بكثير من اللاعب الشاب دانيال مالديني صاحب 18 سنة ابن مدير رياضي الحالي لفريق باولو مالديني. ويقدر راتب دانيال مالديني بمليون و17 ألف أورو سنويا، رغم أنه لم يلعب هذا الموسم إلا في 26 دقيقة فقط، في حين يحصل بن ناصر على راتب أقل مليون فاصل 500 ألف أورو، رغم أنه يعتبر أحد أهم لاعبين ميلان رفقة لاعبين كبار. شنا كيفاش شنا أغلى لاعب اللي راه يخلص وهو الحارس تاعهم يخلص 6 ملايين أورو سنويا. على ذيك نقولوا ودي تبقى تشوف هاد اللعاب كيما بن ناصر المكانه تاعو اللعب لا يلعب فيه من حقه يطالب يعاود تفاوض مع خاطش عليه مليون وسنه مع الا كاش هو قابل بها. حنا رانا نحضروا الاعلام، هذا موقع تاع جوجل، هو اللي يهدر، هو اللي دار هذا الاخر، حنا ما علينا نديروا تراديكسيون وصايك. على ذيك نقولوا باللي اليوم الا هو راه راضي بهذا المكتوب، هذيك حاجه واحده اخرى. بصح انا تبالي اللعب اللي راه يلعب فيه، اللعب اللي يلعب فيه ماشي تاع مليون، مليون و500 الف، اللعب تاع من ربع ملايين 5 ملايين فوق، لعب تاع لعاب كبير سبحان الله. مشاهدين له كاع الموند كامل راه شاهد له بلي هذا لعاب نجمه يطالع في السماء، نجمه يدور في السماء، هذه نجمة راهي تدور في السماء. بن ناصر نجمة تدور في السماء. هذيك اليوم كي نقولوا كيما كان مليون، تشوف انت واحد هاك تشوف كيفاش يكونوا عندك كيما نقولوا حنايا بابا، هذا بابا دانيال، هذا مالديني باولو مالديني، كي تشوفه كي تشوف الولدو هو نيغوسا له هو من هو كلش. بصح حنا كيما بن ناصر دروك كان في ايبولي ميلو فريق كبير، ما ننساوش فريق اللي عنده التاريخ تاعو رهبه، عنده 7 تاع لي تيت تشامبيونز ليغ 7، كاين اللي راه يلعب الليل مع النهار مازال ما وصل 7، مازال ما وصلش، كاين اللي عنده مازال 5، الايام والظروف خلاته يدي 5، هذا ما كاين اللي مازال 5، ما
ميلون كان هو البرومي في كسب الألقاب. هنا هنا ماشي بزاف كاع، هنا هنا يا ماشي بزاف، كان هو البرومي. كان يجي الريال موراه ويجي ويجوا لي زيكيب تاع وحده زوج وحده زوج وحده زوج. هذه هي على اللي كنقولوا بلي بالك العقد تاعو، بالك التفاوض في العقد تاعو سني على هذا العقد. بصح كيما يقول لك عنده وقت باش يزيد يتفاوض معاهم على المال تاعو، هذا مكان على لي بريم تاعو بزاف صوالح. مليون كيما هو لعاب، كيما نقول لك مليون هو لعاب، مليون وخمسمية ألف أورو بالك ما تقومهش. لعاب مشهور كيما هو بالك ما تقومهش. مليون أورو حنا ما نشوفوش، حنا على دراهمنا لهنا مليون أورو، بصح هو ما تقومهش. هو يشري فماك، يكاري فماك، يخلص الضو فماك، يشري لوطو فماك، يشري ما تقومهش. خاطر كيما حنا نسمعو مليون أورو بالخف نروحو لفاميليار، بالخف نروحو نضربو فاميليار، بصح هو ما تقومهش. هو تشوف ما تقومهش. واللعاب والتعب لا يتعبه، لي زونترينمون تشوف خدمة كي دايرة يخدمها في التيرة. لعاب ماشي لعاب، راه قطعة أساسية في ميلون، تشوفو يدي في ديك السومة، سومة قليلة زاهيدة كيما نقولو حنا، ما كان والو. تسيبو لعاب، لعاب هذا ولد مالديني لعب 26 دقيقة يدي خير منه، فايتو 200 ألف، قليلة قليلة بزاف. بالناصر تاع فوق من 3 ملايين الهضرة الفوق. حاكتو لعاب شحال جابوه؟ جابوه ب 15، غادي يبيعو الوثائق، يبيعو الكونترا تاعو، غادي يبيعوها بالك يبيعوها ب 70 مليون، يبيعوها ب 70 مليون أورو. ماشي لعب اسي محمد، ماهيش لعب. انت جايبو ب 15 تبيعو ب 70، ماهيش لعب. اللعاب هذا صورتو الى زاد وخلاوه وزاد بان في البطوله الايطاليه من العام الجاي، على بالك في المشتا غادي يكلبوا عليه، في المشتا يكلبوا عليه، يكلبوا. خاطش لا تبقى تشوف بالناصر شحال لعب، ما لعبش بالناصر، جيبها مور الاستئناف ولا يلعب، ولا يلعب زعما كتيتيلر. قبل كان لعب 10 تاع لي ماتش في مارس، مي حبسوا في مارس، كان لعب 10 تاع لي ماتش برك، هذا مكان كاش لعب تيتيلر، كان لعب 10 تاع لي ماتش مور الاستئناف مشات له. ومول الاستئناف كيما نقولوا حنايا كانوا مكلاسين في مركز، باللعب تاع بالناصر والعوده القويه تاع بالناصر الذي ابهر بها انصار، ابهر بها كيما يقولك متتبعين الكره الايطاليه والعالميه والاوروبيه، يعني بالمستوى تاعو عاود رد ميلون الاوروبا ليغ، عاود رد ميلون الاوروبا ليغ. ما شعب العام، ما شعب العام ما لعبتهاش، كان تخلص ميلون كان تخلص هذو الاعوام اللي فاتوا. طليان اصلا، طليان من حيث مات القذافي، طليان ولا تخلص في الفوتبول تاعها، الله يرحمه. كي مات القذافي ومات ولادو، طليان ولا تخلص في الفوتبول. ميلو تخلص، لانتر تخلص، كاع الناس ولاو يخلصوا. منات مات القذافي، طليان طاحت في المستوى تاع الفوتبول. هذا وين عاودوا رجعوا شويه، راهم يقبشوا باش يكون على بالكم. هذيك نقولوا دي المستوى تاع بالناصر، مستوى نتمنى ان شاء الله بربي. خاطش باش يقول لك الريال ولا يقول لك منا الريال راه تروح تجيب مية، تجيب من جوفنتوس، تجيب منا يجيبوا جول، ما يجيبوش مسلمين. لا كاش حاجه واخده اخرى، هذه حاجه لعب هو ما نعرف. بالناصر كره يلعب في فرنسا، كره يلعب واختار فرنسا، كره يلعب في البارسا ولا جوفنتوس ولا الريال ولا ليفربول ولا مانشستر سيتي. تيتي لافانيكا كاش لي قلعه، ولا كره في ارسنال، صورتو كره في ارسنال. ارسنال الغلطه اللي دارتها من فانغير يخدم مع لي فرونسي، مع ليكيب دو فرونس اللي لعب في فرنسا، يجيبها في مات يكونها مليح ويعاود يطلقو فرنسا. بالناصر جا الجزائر طرده، قال له ما تخصهاش. الغلطه كبيره اللي دارتها في حياتها ارسنال، اول غلطه دارتها ارسنال، جابوا النني ورسلوا وخروا محرز، وخروا بالناصر. هذه هي على ذلك. نتمنوا ان شاء الله بربي بالناصر، يا الدراهم هو يعرف، الدراهم هو يعرف. حنا المهم بالناصر
نحتاجه في المنتخب الوطني الجزائري، يقعد يلعب ويقعد تيتيلر وربي بعد عليه الإصابات، وما نخصو نحتاجه حنايا في ليكيب ناسيونال. صحيتو، ماذا بكم بارتاجو.